كابتن بشير، التابع الداخليه النهارده والزمالك مباراه سيطره كامله للزمالك، بس كان فيها قلق يعني، حسمت في الدقيقه الاخيره والاسماء اللي في الملعب اتقل من كم الفرص اللي جه، او السيطره اللي هي غير فعاله. هو الراجل حتى قال كده بعد الماتش المدير الفني، انا كنت متخيل النهارده ان الزمالك يدى مثلا في اول ربع ساعه يعني جايب 3 4 تجوان على الاقل يعني، عشان يبعت رساله طبعا للمباراه اللي تقام في السعوديه. للاسف يعني الواحد كان قلقان الزمالك يخسر، لان يعني الزمالك والاهليه الزمالك بعد التعديل بعد الصفقات اعتقد كان النهارده بيلعب عبد الله وناصر كان بيلعب وينج ليفت، ما اعرفش ليه. ما حد يعني عبد الله ناصر وزيزو. الراجل الظاهر ان هو في حاجات مش مقتنع بيها يعني، لعيبه ما بتلعبش في مكانها برده تاني ماتش على التوالي ليه يعني؟ مش فاهم برده ايه اللي في دماغه، ولا هو ناوي كان بيلعب 4 2 3 1 سيف ودونجا في نص الملعب وقدامه مع عبد الله. سيف سيف بقاله كتير قوي، بقاله سنه ما لعبش برده. ده سيف نسي الكوره النهارده. لا ده طبيعي، واحد بقاله فتره بعيد قوي، والراجل حاطه النهارده التشكيل النهارده كان غريب برده، ناس كتير جديده، ناس كتير اول مره تلعب مع بعضيها. هو ما اعرفش في حاجه في دماغه، او هو عايز ينطاق عناصر معينه او يحط ايده على تشكيل معين عشان يبقى يعني شايف كل اللعيبه يستقر عليه. بس اجي اقول الحمد لله طبعا يعني ان احنا خدنا 3 بونت عشان برضو ده دفع للناس اللي موجوده. بس الزمالك كان مسيطر برضو. هو الزمالك بيتكلم على الفاعليه الطبيعي، هو الكلام على فاعليته على الجول، ما كانتش بالشكل اللي يساوي السيطره والنجوم اللي في الملعب. الزمالك والداخليه الطبيعي اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط، عشان كده قلت لك احنا كنا متوقع ان بعد 10 دقايق ربع ساعه يكون الزمالك جايب 3 4 تجوان. كل ده تجهيز برضو الماتش الاهلي. يعني بتبقى رساله بتقلق، فربنا يكرم في اللي جاي والدنيا تتظبط عن كده، لان بالمنظر ده لا يعني الدنيا مش هتبقى ظريفه يعني. انت لسه مش متفائل؟ متفائل بيه؟ مش عاجبك لسه اداء الزمالك يعني رغم الفوز ورغم الفوز على مين يا كابتن شبهنا؟ احنا يعني احنا كسب ابو سليم بره. ابو سليم مين؟ ابو سليم الليبي. انا بطل بالي 15 سنه وعبد الجليل بتاع 40 سنه وكابتن خالد ده كسبه. بس النادي ده جديد لسه يعني، هتقول لي ما كنتش اعرفه، ما هو نادي جديد. لا ماله كام سنه بس؟ هو لا يقارن بنادي الزمالك خالص يعني يا كابتن. طب ماشي، ما حدش قال حاجه، بس طيب. بس الزمالك بيلعب بره ارضه برضه. بره ارضه بيلعب فين؟ مش فاهم يعني. ما التانيين بيلعبوا بره ارضهم برضه. بيلعبوا فين؟ بره ارضهم في الجزائر. الجزائر مظبوط. طيب يعني وبعدين فرقه، معلش هو مش تقليل من نادي الزمالك، لا يعني نادي الزمالك يعني حقنا عليه او حقنا على التيم ده ان هو بيلعب كوره باداء بسكور. بس انت مش متحامل شويه؟ لانه الفرقه فيها لعيبه كتير جديده لسه جايين ما كملوش شهر، فيها مدير فني جديد ما كملش شهر يعني، برضه مش ده برضه بيبقى ليه؟ ما انا بسالك كراجل فني يعني، ده مش بيبقى ليه تاثير؟ انا مش هتكلم عن الراجل على الاداء، مش ليه تاثير على الانسجام؟ لا المدير الفني مش هتكلم عليه، لان طبعا معذور لسه جاي وما اختارش لعيبه ولسه يعني بيتحسس زي ما بيقولوا، ويشوف مين هيلعب ورؤيته ايه. لكن اللعيبه لا، اللعيبه ايه؟ اللعيبه دي لعيبه يعني كلها اعتقد ثلاث ارباعها ما كانش كلها لعبوا منتخب مصر او شاركوا مع منتخب مصر، وفي نفس الوقت بيلعبوا مين؟ بيلعبوا ناس، معلش انا اسف يعني محترمي، ناس مجهوله. لا طبعا انا ما لهمش اي عذر خالص. الداخليه لعب ماتش كويس. انا بتكلم على ماتش مين؟ والداخليه كمان. لا انا بتكلم على ماتش ابو سليمه. تمام. وبالنسبه للداخليه لا معلش، احنا مع احترامي برضه احنا الزمالك، احنا ابطال دوري مثلا، احنا ابطال كاس، احنا ناس مصنفين، احنا ناس عندنا، معلش مع احترامي لو فكينا ثلاث لعيبه او اربع لعيبه يعملوا فرقتين ثلاثه مش تقليل بثمنهم. فاللعيبه دي لازم تنتج بالفلوس دي، ولازم عشان جمهور الزمالك متعطش ومش هيستنى ومش هيصبر عليهم. كابتن عبد الجليل، لا رايك ايه فنيا، خصوصا ان الراجل بادئ بناصر ماهر الناحيه الشمال، بدل شويه مع عزيزو كده، بس بيلعب وينج يعني ده مش مكانه خالص. وسيف جعفر اول مره يشارك. انا يا كابتن عمر جابر كان على الدكه برده، بدا بفتوح بعد غياب اللي جاب جون. بص يا كابتن، الراجل كل ماتش بيعجبني ان بينزل حوالي 5-6 لعيبه كوره في الملعب يعني. الراجل اولا النهارده عجبني، سيبك من الفعاليه وهم فعلا ما بيوصل، بس بحس دلوقتي ان الزمالك بيطلع من تحت لغايه نص الملعب لغايه الحته اللي قدام. ناقصه التحركات اللي هي ورا المدافعين في الفراوده بالظبط، دي ناقصه. واللي عملها عمر جه الجول يعني، اللي هي عمر ثرو باص من دونجا جه الجول. مفيش فرقه او لعيب مصري بيركز 90 دقيقه، فدايما الداخليه والفرقه يعني. ناصر المنسي رامي نفسه في حضن الباكات، الفراوده كلهم بس عاجبني يا كابتن، تحركاته كويسه. والولد ده لو خد فعلا، هو الراجل بيقول لك هيخليه احسن مهاجم في مصر بصراحه، انا شايفه يعني الراجل مقتنع بيه بعرضه وكده. بس انا بقول ان الملعب ما يستحملش عبد الله وناصر وسيف، ثلاثه اسطمبه واحده، ستايل واحد.
كتير. سيف النهارده سيف كان بيلعب باك رايت. لا لا سيف كان وعلى فكره يا عبد الله يا ناصر ايه المشكله؟ عبد الله يا ناصر يعني يا بتلعب باتنين هاف ديفندر قدامه عبد الله او ناصر وبتلعب بمصطفى شلبي وينج صريح وبتلعب بزيزو وينج صريح او شيكابالا وينج صريح. انا ما اعرفش اللغز بتاع ان يبقى ناصر ماهر لا يعني العب بالوينج الصريح ما تحطش اللعيبه عشان لازم يشارك فتغير مركزه بالظبط. وده اللي مأثر شويه على اللعيبه في الماتش يعني اه الداخليه واقفين صح وكده بس زي ما قال لك بشير فرق امكانيات لعيبه عن لعيبه فده الفرق ان في اربعه خمسه مهاريين فمضايقين مساحات على بعض اه في لعب في الرجل بس مفيش تنويع مفيش كلهم اسطمبه واحده سيف عبد الله ناصر اللي هو التيكا والتاكا والحاجات الزغنطوطه دي انما مش زي ماتش القفشه تك جون انفراد للرضا او انفراد مش عارف وسام من ورا دي اللي ناقصه الزمالك فعلا زي ما حضرتك بتقول ممكن التحركات دي بالظبط.